تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. شخصيات من الحضارة الإسلامية. الشخصية الأولى هي شخصية ابن سينا، وسوف نتناول الشخصية من خلال رؤية للروائي المصري يوسف زيدان. صدرت للروائي يوسف زيدان رواية بعنوان فردقان أو اعتقال الشيخ الرئيس، وهي رواية صدرت عن دار الشروق، وهي تثير العديد من التساؤلات حول المعرفة التي يمكن أن تقدمها رواية تاريخية تدور حول سيرة الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا الشهير بالرئيس، الذي ولد سنة 370 هجرية 980 ميلادية، وتوفي بهمذان سنة 428 هجرية 1038 ميلادية. والرواية تطرح سؤالا عن رؤية العالم كما أرادها مبدع الرواية يوسف زيدان، المعروف بقدرته على إثارة الجدل حول أعماله، ويزيد من الشغف بالعمل كون مؤلفه باحثا متخصصا في التراث الفلسفي العربي وروائيا حاصلا على جائزة البوكر العربية في دورتها الثانية عن روايته ذائعة الصيت عزازيل في العام 2010، وقد صدر له حتى الآن أكثر من 60 كتابا تدور معظمها بين قضايا الأدب والبحث الفلسفي في التصوف وتاريخ العلوم عند العرب. ولعل واحدة من مميزات يوسف زيدان وأسباب شعبيته كونه يتخذ من التاريخ مادة روائية في محاولة لجذب الشباب لقراءة التراث الإسلامي والتاريخ بشكل صحيح، وليست تجربة التعرض لسيرة ابن سينا هي المحاولة الأولى لزيدان في هذا الصدد، إذ سبق له تناول العديد من نصوص الفيلسوف الرئيس ابن سينا بالشرح والتحقيق، وله شرح لقصيدة ابن سينا العينية في النفس، وله أيضا تحقيق لبعض النصوص الطبية والفلسفية للشيخ الرئيس. وتركز الرواية على سيرة ابن سينا خلال فترة اعتقاله بقلعة تحمل اسم فردقان، وهي قلعة موجودة بوسط إيران. وكان سبب تعرضه للإقامة الجبرية قيامه بتأليف كتاب تدبير الجند والمماليك والعسكر للأمير أبو طاهر البويهي والد الأمير سماء الدولة، وفيه وصفة لكيفية إدارة الحكم بإبعاد العسكريين، ويأتي ذلك على لسان الزعاق
لابن سينا قائلا: نصحت فيه الحاكم بإبعاد العسكر عن المدن وعدم الإفراط في عطاياهم، فكانت النتيجة أن الأمير تجهم في وجوههم وقلل من قدرهم وقلص أرزاقهم. وأنت تذكر ما فعلوه بك أيامها، ولا يريد أن يتكرر مثل هذا الفعل الذي لا تؤمن عواقبه، خصوصا أنه على أبواب حرب مع علاء الدولة الذي يحبك ويقدرك، وهو أيضا يحبك ويقدرك، فوجد من الأصوب إبعادك عن همدان في هذا الوقت حتى لا تتفاقم الأمور. يستخدم يوسف زيدان ابن سينا باعتباره مادة خصبة ليعبر بها عن آرائه في ظل تلك الظروف التي يعيشها مجتمعنا. فالفيلسوف الكبير كان يمقت الحرب والتسلط ويجنح للسلم، ولطالما قال: لا أمان للعلماء والفلاسفة في كنف الأمراء والحكام. يستخدم صاحب عزازيل آراء الشيخ الرئيس ليعيد طرح السؤال عن مشكلة النزاع الأزلي بين المثقف وحملة السلاح، المتكتلين في المصالح الشخصية، فهم يتخذون الجهل بدلا من المعرفة ويحاولون قتل المثقف ومحاربته عبر الهجوم الحاد على دار ابن سينا واتهامه بشتى الاتهامات. وهنا يلجأ الأمير أبو طاهر لإصدار قرار نفي ابن سينا في تلك القلعة المتطرفة في آخر البلاد وفي محبسه بفردقان، يعكف الشيخ الرئيس على إنهاء كتابه القانون في الطب وكذلك كتاب الإشارات والتنبيهات ورسالة حي بن يقظان. وتلجأ الرواية إلى التاريخ بحثا عن الذات الآنية، وربما بحثا عن دواء شاف للمحن والانتكاسات التي تتعرض لها الأمة، أو لأجل التمني والحلم بالانتصار خلال فترات الانهزام. وتجاوزت ذلك في العصر الحالي، حيث أصبحت تجسد قضايا عالمية معاصرة بإسقاط ذلك الماضي على الحاضر وتفسيره. والآراء التي يريدها زيدان نقلا عن نصوص ابن سينا يستعمل لها مجهرا دقيقا لتدور في سياقها التاريخي إسقاطا على واقعنا اليوم، تفعيلا لوزنها المعرفي، وهي بدورها تضيء حقبة في تاريخ الحضارة الإسلامية قائمة على مدى تقبل الآخر وحرية الأفراد وحقهم في التعبير عما يروق لهم من آراء وأفكار وما يعتنقوه من عقائد، والمساواة بينهم باختلاف لونهم وعقائدهم. ويستنطق زيدان
شخصياته سارداً سيرة ابن سينا منذ مولده في بيت يدعو للشيعة الإسماعيلية، مروراً بالترحال إلى مصر التي كانت وقتها تحت حكم الدولة الفاطمية. وعلى الرغم من دعوة أبوه للشيعة الإسماعيلية، فإنه كان يرفض أن يدعو لها هاربا إلى المعرفة والطب والمنطق والرياضيات. ويستمر السرد الزيداني كاشفا عن واقعة حدثت لابن سينا حينما تلقى الدعوة مباشرة من حاكم بلدته للإسراع في علاجه لفتى كانت حالته في غاية التعقيد، حيث كان الفتى يحبو على أربع متمثلا ببقرة ويصدر صراخا شبيها بالخوار حوله: اذبحوني اذبحوني. فلما توجه إليه قعد بالقرب منه يمعن في ملاحظة حالته، وأمر قصابا ليتخلى له عن بدلته الملطخة بالدماء. ارتداها وأمسك برأس الفتى إلى الأرض يريد ذبحه، لكنه عدل بحجة أن البقرة عجفاء. سمع الشاب هذا فانهال من وقته يأكل بعد أن كانت نفسه تعاف كل المأكولات، ومضى عليه 5 أيام وابن سينا يتابع تحسن حالته ولم يعد يصدر تلك الأصوات. فأمسك بيده يريد قياس نبضه، فاستند على امرأة دائمة الحضور في الأفراح وطلب منها رفع صوتها بأسماء الفتيات اللائي تشتهر بهن المنطقة. فلما أتت على ذكر اسم زهوة لاحظ الشيخ الرئيس ارتفاع نبضه، فعلم فيما بعد أنه وقع أثير مرض العشق، وقال علاجه في الزواج من عشيقته. ولكن كان هناك تنافر في المذهب الديني بين أهلها وأهله، وعلى الرغم من ذلك أصر على أن تزف إليه كعروس. وبهذا يستقيم أمر الفتى وينصلح حاله، وقال العلاج لا يستحضر العقيدة بين المريض وطبيبه. وبحرفية بالغة يرسم زيدان شخصيات الرواية، خاصة شخصية المزدوج، إلا أنه يفرط في تناول دور النساء في حياة ابن سينا ويلجأ إلى كثير من الإسهاب. فهناك أكثر من جارية وثلاث نساء تدخلت شخصياتهم في حياة الشيخ الرئيس، ليبرر بذلك مثلا كتابة كتاب الإثم والبر من خلال واقعة مع سندس التي كانت امرأة مطلقة قد عشقته قبل أن يولد، وتملكتني الحيرة في تقديم ابن سينا بهذا القلق. فهذا ليس الانطباع حين تقرأ مثلا كتاب الشفاء الذي نشرته وزارة المعارف العمومية بمناسبة الذكرى الألفية للشيخ الرئيس، والذي حققه 3 من الأساتذة الكبار وهم الأب قنواتي
ومحمود الخضيري وفؤاد الأهواني. فلا شك أن هذا الرجل الواثق في معطياته ويقينياته، واثق في قناعاته من خلال منطقه المنهجي الثابت. لذلك نرى ابن سينا المتقلب في منحنيات السياسة والملذات والهوى العاطفي، وقلبه الموزع بين ثلاث نساء وهن روان وسندس وماهتاب، والجسد المتقلب بين سياسات تتصارع على السلطة، وهو دائما ما تتملكه الحيرة في معيشته وتنقله من مكان لمكان. لا شك أن هناك إسهابا في وصف النساء العاشقات اللائي أذقن ابن سينا جرعة الحب والهوى، وهناك روان التي حزن لفراقها على إثر غارة ليلية استهدفت منزله، فعاثوا فيه فسادا واقتادوا عشيقته جارية لعرضها للبيع بسوق النخاسة، ومن ثم انقطعت أخبارها. ومهتاب التي عرفها في تلك القلعة وكانت ذات إلمام بعلوم الفلسفة والطب، فأخذت تتعلم منه المزيد وتعينه في التمريض، لكن خلال الساعات المتأخرة من الليل كان يهفو إليها وتهفو إليه بدلا من التعليم والتعلم. هناك نوعان من الرواية التاريخية. النوع الأول تعيدك فيه الرواية إلى التاريخ بكل تفاصيله وطقوسه، وكأنها تردك إلى الحياة فيه. أما النوع الثاني فإنه يستعيد المناخ التاريخي فقط، ثم يترك لنفسه قدرا من الحرية النسبية داخل إطاره، وهذا هو ما لجأ إليه صاحب ظل الأفعى الذي يؤمن أن اللغة هي البطل، وهي كذلك بالفعل في روايته. لكن اللغة لا تعمل بمعزل عن وجود بنية روائية متماسكة، وهي هنا تعاني من مشكلات الإسهاب والتطويل، وتترك نفسها بالكامل لفاعلية البناء اللغوي، وهي واحدة من أبرز أدوات زيدان الفنية. فلغته معجونة بالتصوف وغارقة في البحث الفلسفي، وهي ابنة لهذا المناخ التاريخي بامتياز، وليست منفصلة عنه. لذلك بدت فردقان بمثابة حكاية سينمائية بلغة عذبة هي السهل الممتنع، عن حياة الشيخ الرئيس أحد ألمع من أنجبته الحضارة الإسلامية. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد.